اللي بيقرالك يا شو؟ صباح وش؟ يا شو مالك بدك تحكي على الصبح ليه؟ هو انت حاسس باللي بيقرالي؟ خليك حاطط ايدك في المية الباردة وسيب كل من هب ودب يقعد يمرمط بكرامة اهل الارض. من الظاهر ان انا الحيطة الواطية اللي في البيت ده. لا الا الله، ليه بس؟ حصل ايه عشان ده كله؟ حصل كتير، حصل ان انا ما بقتش قادرة اتحمل اكتر من كده. خلاص الدمعة نشفت في عيني، الوجع قفش في كعاني. كعانك سلامك كعانك يا حبيبي. ايه بس حصل ايه طيب؟ حصل كل حاجة وحشة، حصل إن أنا كل كلمة بقولها حلوة في البيت ده بتتاخد على إنها كخة وبتقف في الزور. حد داسلك على طرف قوليلي. ما أنا جاية لك يا راجل في الكلام أهو. بالراحة عليا. بالهداوة. هات يا جمال يا رب. إيه يا حبيبتي مالك؟ يعني خلاص يا معلم نوح، لقيت رجالتي بقوا جربة ومحدش بيعود ناحيتهم. عشان أغبية دول، لو رجالتي أنا كنت طخيتهم عيارين زي خيل الحكومة. القفشة بتاعت أفندينا والدهام ضربتهم في السوق وعلمت عليهم. ما تخزنيش يا معلم، دي جعانة وعينيها فارغة، يعني لو فتح بقهم هيبلع الكل. ما تهدى على نفسك شوية يا معلم، أنت جاي تهددنا في ملعبنا ولا إيه؟ لا يا معلم براء، انا مش جاي عشان اهدد حد. انا كل الحكايه جاي عشان اواعيكم. يا اخويا واعي روحك انت ولم تعابينك اللي بترمي سنانها دي. ولا اقول لك اعملهم حبل غسيل وبعلق عليهم خيبتك وخيبتهم. جرى يا معلم براء، جرى يا معلم نوح، دي مش اصول ولا ذكار برضو. انا كل حكايه خايف لعيال لسانهم يفلت كده ولا كده ويجروا. رجالتك لسانها سايب وقروا يا معلم، قروا يا معلم. من كام يوم افندينا جاب لي واحد منهم ورماه قدام بيتي زي الخروف. وعملت ايه فيه يا معلم؟ لحمه زفر وكلابنا قرفت منه. ده مقبوله منك يا معلم براءه، انت كده قفلتها ضمن يا معلم نوح. ودي علامه النوح، عشان لما تبقى تنسى يا معلم تبقى تفتكر. يرضيك كده يا معلم نوح؟ معلش يا معلم، هو كان عاوز يقشر لك التفاحة، قشر دقنك. البت مقطعة روحها مليات جوه يا حاجة، برضه مهما كان دي مراته وكرامتها من كرامتي. خد يا أبو سن. إيه ده؟ امسح ريالتك لا تتكعبل فيها وحد يشوفك يضحك عليك. شكرين يا بنت والدي. كويس انك فاكر. خلينا افكرك ببقيه الليسته اللي بصمنا عليها كلنا من يوم ما ركبنا ما بقت واحده وسكتنا رايح من غير جاي. انا ضاويه ابو سنه اللي شلت روحي فوق كفي لاجل الشجر ما يكبر ويضلل علينا كلنا. تيجي بنت ما تسواش 3 مليم عايزه تقلعك من جذورك وتخلي لسانك يقول كلام ما تقبلش تنطق بيه؟ مش كفايه انها هجه من البيت كل يوم والتاني وانت ماشي وراها؟ ايه بس لازمته الكلام ده دلوقتي يا حاجه؟ وانا مخلي على جهد، ما احنا كلنا في النار سوا وما حدش اشتكى. انا كان كل غرضي. غرضك ايه؟ لو تفتكر انا قلت لك ايه؟ ان الجوازه دي يا دوبك نقضي بيها مصلحه وتروح لحالها. انت يا اخويا اللي ريقك ساحه البيت. احنا مش هنعيده تاني يا حاجه. صحيح انا اتجوزتها بامر منك، لكن طلاقها لازم يبقى بموافقتي انا، مش ده كان اتفاقنا؟ بس الاتفاق ما كانش انك تجيلي نافش ريشك وتحاسبني علشان الغندوره نزلت دمعتين. حاسبك ايه بس؟ استغفر الله العظيم، انا اقدر يا حاجه حاسبك ده ايه؟ انا بس يعني بعاتبك من العشم يعني. ما تنساش إن حواء هي اللي خرجت آدم من الجنة، وإن إبليس والعياذ بالله بقى شطان من يوم ما عصى ربه. استغفر
العظيم. هات جمال يا رب. خايب؟ راجل خايب وعرة الرجالة. عايزة تديك منديل علشان تمسح ريالتك فيه. يا خايب خايب، ما اديها في دماغها، اديها في اسنانها اللي الموت خايف يقرب منها دي. خايب وني، مش عارفه لما يجي ده انا اقول له ايه. ده اقول له ايه ده؟ وانت مال اهلك انت؟ انت مالك؟ اتجنن ولا تهبل؟ انت مالك؟ لا يا حبيبتي، انا هنا مش لوحدي، معايا شله عفاريت. تحب اطلعهم لك واوريهم لك لما بيطلعوا بيعملوا ايه؟ خلاص يبقى ابعدي عني علشان ما اوريكيش الجيران على اصول. والله العظيم انا مجنونه مش كده؟ طب بما اني مجنونه رسمي ومعايا شهاده معامله اطفال، تعالي لي يا بتاعه الهبه هبه اما اوريكي الجنون على اصوله.